وإليه يعود، إشارة إلى ما يكون في آخر الزمان حينما يرفع القرآن. القرآن يرفع في آخر الزمان ويؤخذ من صدور الرجال ومن المصاحف ولا يبقى له أثر، وذلك من علامات الساعة في آخر الزمان. هذا معنى وإليه يعود، يعني في آخر الزمان، كما أنه نزل منه فإنه يرفع في آخر الزمان ويعود إليه سبحانه وتعالى، ولا يبقى في الأرض قرآن. نعم.